هناخد مثال دلوقتي على الدياليسيس وبالذات مرحلة البريباريشن اللي هي بتسبق الدياليسيس. زي ما احنا شايفين الوضع ده بيبقى البرايم والدياليس ستارت فلاشنج ومعاهم ميوت الارم، طبعا عشان في الارم عندي في الاير ديتكتور عشان ما فيش خزان موجود في الاير ديتكتور موديول. اوكي هنشوف السايكل ماشيه ازاي في الهيدروليك. عادي جدا المايه داخله على الفالف 41 بتملى التانك كالعاده، بتتسخن، بتظبط الليفل بتاعها. الله يخليك. ماشي عادي، بيتسحب عن طريق الديجازنج بام، عن طريق الاورفيس تاني على الديجازنج بام، بيحصل له اير سيبريشن، بينزل على البالانس تشامبر. ماشي، وبيشتغل السايكل بتاعتنا زي ما احنا عارفين، سبعات وثمانيات. اوكي، وان فريش وان يوزد بالتبادل مع بعض. بيطلع بعد كده على نقطه تشيك بوينت، هنا في كوندكتيفيتي سيل، في تمبريتشر سنسور، بيعمل تشيك الفلو. اوكي، لو اوكي بيفتح الفالف 24 اللي هو دياليسيس فالف، وبيسمح بمرور الميه للفلتر بتاع البيشنت. اوكي، بيرجع بعد الترشيح بعد الفلتر، بينزل على فالف 24 بي، ينزل على المالتي فانكشن بلوك. قبلها طبعا ما ننساش في بلاد ليك ديتكتور، يعمل كشف اذا كان في تسريب في الدم ولا لا. بعد كده بينزل على الفلو بامب، بعد الفلو بامب بيطلع منه على البالانس تشامبر طبعا. وفي برضه ما ننساش الريليف فالف على الفلو بامب. اوكي، في حاله الديد تايم الريليف فالف بيرجع المايه تاني للفلو بامب. اوكي، خارج اليوزد في البالانس تشامبر بيطلع على الفالف 30، بعد 30 بيروح على الهيت اكسشينجر، بيخرج منه تاني على المين درين فالف اللي هو 87 ومنه على الدرين. بنلاحظ هنا ان 41 طبعا بيفتح من البدايه خالص برضو بلسيتد كده مع العوامه. اوكي، بنلاحظ تاني برضو ان اليو اف بامب رقم 22 مش شغاله دلوقتي لان انا في البريبريشن، معناه ان انا مش شغال يو اف. لو بشغل يو اف عند كل ستروك البامب بتشتغل وبتسحب 1 مللي. اوكي، وزي ما احنا شايفين برضو كونسنتريت بامب بتشتغل 1 ستروك مع كل بالانس، مع كل سايكل بتاخد 1 ستروك تقريبا 1 مللي برضو. اوكي، وبتتخلط مع المالتي فانكشن بلوك عشان تعمل محلول متجانس. نرجع تاني بنقول لو في اي مشكله في الفلو في دايره المايه، يعني اذا كان فلو او تمبريتشر او كونتاكتيفيتي، بيتقفل فالف 24 وبيتفتح فالف 26 عشان المكنه تعمل باي باس وترجع تاني على البالانس تشامبر وبعد كده على الدرين.